السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوش أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس، وإلا عجبكم الفيديو بارتاجيه وخليوا لايك وتعليقكم في الموضوع. نبدأ مباشرة في التفاصيل. ببالغ الأسى والحزن تلقينا هذا الصباح أختي خبر وفاة واحد المجموعة ديال الشباب المغاربة بسبب قوارب الموت أو لا بسبب الهجرة السرية. الله يرحمهم والله يجعل مثواهم الجنة والله يصبر الأهل ديالهم يا ربي أمين. والخبر كيقول لقي 24 شابا مغربيا من أصل 30 كانوا على متن قارب يقلهم بطريقة غير نظامية إلى السواحل الأوروبية. لقوا مصرعهم ليلة الأحد 17 أكتوبر الجاري، وبحسب مصادر متطابقة فإن 24 جثة لشباب مغاربة من أصل 30 في مستودع الأموات بإحدى المستشفيات الإسبانية، من بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة، 3 ذكور وامرأتين. المصادر نفسها أكدت أنه قد تم إنقاذ 3 بواسطة الهليكوبتر من بينهم امرأة، وتم نقلهم إلى مستشفى بإسبانيا، فيما الأموات يتواجدون بمستودع الأموات بالمستشفى. وأوضحت ذات المصادر أن جل الغرقى ينحدرون من مدينة فاس ونواحيها، وهم شباب في مقتبل العمر كانوا يعتزمون الوصول إلى الضفة الأوروبية للبحث عن حياة أفضل. كان هؤلاء الشباب يحلمون بالوصول إلى الضفة الأخرى فرارا من البطالة والهشاشة. أشارت المصادر كذلك إلى أنه أغلب أعمار المتوفين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، ومنهم من هو حاصل على شواهد جامعية، وينحدرون من أسر تقطن في منطقة أولاد الطيب بنواحي المدينة، وذلك إلى جانب أحياء شعبية أخرى كزواغة وجنان والورد والمرينيين. وأعلنت فرق خفر السواحل الجنوب الإسباني بأنها عثرت على جثة مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحلها الجنوبية. وفي المقابل تمكنت من إنقاذ 3 شبان عالقوا بقارب تكسرت أجزاؤه، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها للوصول إلى الأشخاص المفقودين، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات. وتشير المعطيات إلى أن هؤلاء الشبان كانوا قد انطلقوا من إحدى النقط غير المحروسة بشاطئ مدينة الجديدة على متن قارب. هذا هو الخبر أختي، الله يرحمهم والله يوسع عليهم ضيقة القبور يا ربي أمين. هذا الشباب هذا اللي بزاف الناس كيلوموهم، كيلوموا هاد المهاجرين السريين، كيقول لهم علاش كتسمحوا في بلادكم، علاش كترميوا راسكم للتهلكة، علاش ترميوا راسكم في البحر. هذا كيتسمى انتحار، هذا كيتسمى أنكم ما كتأمنوش بالله، ما كتأمنوش بالدين، ما يعني كلام كثير كيتقال هنا خوتي. هذا الموضوع الشائك اللي صراحة ناقشته بزاف ديال المرات، تكلمت على هذه الهجرة السرية، ماشي أول مرة اللي كنسمعوا بأنه كيتلقاو واحد الجثث بالجملة. بزاف سمعنا الشباب اللي مشاو ضحايا للهجرة السرية، كاينين شبان اللي في مقتبل العمر، وكاينين قاصرين اللي كيلوحوا راسهم في البحر. ولكن السؤال هنا، علاش هاد الناس كيديروا هاد الشيء؟ علاش هاد الناس كيحرقوا؟ علاش هاد الناس كيرميوا راسهم في البحر؟ كيقول واحد المثل المغربي، المش ما كيهربش من دار العرس. لو كان هاد الناس هادو لقاو واحد الحياة اللي هي مزيانة، لقاو الخدمة الخلصة مزيانة، ظروف معيشية اللي هي مزيانة، راه هاد الناس ما غاديش ينتحروا هكذا. لو كان لقاو جميع المتطلبات ولقاو جميع الحقوق وكل شيء متوفر لهم، اكيد راه ما غاديش يحرقوا نهائيا. ولكن هاد الناس راه ما كيحرقوا الا وكتسد في وجههم جميع الابواب، ما كيلقاوش شي بديل اخر. شباب اللي هو كما سمعتوا في هذا الخبر اليوم، اللي عندهم شواهد جامعية ومع ذلك حرقوا. اذا ليش غيحرق؟ لانه كيشوف راسه قرا حتى عيا،
وما لقى لا خدمه لا والو، يعني كيولي عاله على الاسره ديالو، فهكا كيرمي راسو في الهجره السريه، كيقول لك اللهم ربحه ولا ذبحه، انا حاصل على الشواهد وما هاد الشواهد ما داروا لي حتى شي حاجه، اذا نمشي نحرق اللقاء نقلب على رزقي في بلاصه اخرى. سمعنا كذلك انه 5 ديال الافراد من عائله واحده توفوا في هاد المره هذه في هاد الهجره السريه. 5 خوتي، 5 تصوروا معايا، ممكن يكونوا خوت ولا ولد العم ولا 5 من عائله وحده توفوا في وقت واحد. راه هادشي واش كيسحب لكم اخوتي انه سهل؟ اكيد ماشي سهل نهائيا، راه الله يصبر هاد الوالدين مساكين لانهم هما الضحيه في هادشي كامل. الشاب صافي ما كيعقلش على راسو، ما كيعقل على حتى شي واحد، لا على والديه لا على كيخلي المراه ولا يخلي الوليدات، فكيمشي كيلوح راسو في البحر كيما جات جات، ولكن راه كيخلي من موراه ناس اللي هما ضحايا، كيخلي والدين اللي كيتحرقوا عليه، كيخلي وليدات اللي كيتيتموا، كيخلي عيالات اللي مساكن ارامل. ولكن فاش كتسمع انه طفل ديال 5 سنوات حتى هو حارق، يعني داياه مو معاه معها ولا دايو باه معاه، طفل ديال 5 سنوات حتى هو حارق اخوتي، واللي الجثة ديالو مازال مفقوده لحد الساعه، والله اخوتي هذه راه كارثه كارثه عظمى. ماشي بالساهل انك تقرا خبر بحال هذا، ماشي بالساهل انك تعطي الراي ديالك في خبر بحال هذا. فانا ما عمرني كنت ضد هاد المهاجرين السريين، وما عمرني تمنيت لهم شي حاجه خايبه، وما عمرني قلت فيهم شي كلمه ديال العيب، بالعكس نقول راه مساكن راه ما حرقوا، حتى كانت الظروف اللي كيعيشوها في البلاد هي ظروف اللي هي قاسيه، ما لقاوش شي بديل اخوتي، والا راه ما غاديش يرميو راسهم في البحر ويغرقوا فيه، راه حتى واحد ما كيبغي راسو الموت. هنا تتجي الدور ديال الدوله وكتجي الدور ديال المسؤولين، خصهم يناقشوا هاد النقط هذه. هاد الشباب علاش كيهاجر؟ هاد الشباب علاش كيحرق؟ هاد الشباب علاش كيرمي راسو في البحر؟ نشوفوا شنو هي الاسباب وشنو هي الدوافع وشنو هما المشاكل اللي كيعانيو منها هاد الشباب. لقاو حل هاد الشباب هادو بتوفير فرص الشغل، بالقضاء على البطاله، وكذلك هاد الشباب اللي هما حاصلين على شواهد جامعيه خصهم الاولين اللي نسبقوهم يخدموهم الاولين، بما انهم شباب اللي هما قاريين واعيين مثقفين، هادو هما اللي غيفيدوا البلاد وهادو هما اللي غيزيدوا في البلاد. احنا ما بغيناش ديك القضيه ديال باك صاحبي ولا المحسوبيه، راه المحسوبيه هي اللي كتخرج على الوقت اخوتي. راه كتلقى انسان عنده شهاده جامعيه كبيره وما لاقيش خدمه، بينما واحد اللي ما قرا ما والو ولكن عنده المعرفه وكيدخل كيشد احسن منصب، هادشي هو اللي كيخرج على الوقت اخوتي، وهادو من بين المشاكل اللي كيعانيو منها الشباب في بلادنا. اذا عندنا حنا علماء النفس وعندنا علماء الاجتماع، هادو هما الناس اللي حنا كنطمعوا انهم يناقشوا هاد النقط هذه ويلقاو ليها حل ويقدموا هذاك المشروع للمسؤولين باش فعلا يديروا شي حل لهادشي، ويعني يجب القضاء على هاد الكارثه ديال الهجره السريه، لانه راه ما بقيناش باغي نشوفوا بنات بلادنا ولا ولاد بلادنا كيموتوا مساكن. كل شهر كنسمعوا بحالات وحالات، كل شهر العشرات ديال الشبان اللي كيتوفى بسبب الهجره السريه. هادشي اللي كاين اخوتي، الله يدير تاويلد الخير للجميع. شكرا على الحضور ديالكم، تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه.